نروح لترند اللي كان منتشر، يعني كان خاص بالفنانة إلهام شاهين. الفنانة إلهام شاهين ليها كل تحية طبعا، رحبت باختيارها كرئيسة شرفية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية، طبعا مقرر عقده في القاهرة خلال الفترة من 16 لحد يوم 22 مايو 2024 بمشاركة عدد من العروض المسرحية المصرية والعالمية. وقالت الفنانة إلهام شاهين يعني أنها بتعرب عن سعادتها بتولي المنصب، وقالت أشرف بتولي منصب الرئيسة الشرفية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لأني متحيزة جدا للمسرح، فهو أبو الفنون وأهمهم، وهو الأكثر ثقافة والأكثر وعيا، وأن تحيزي إليه بيرجع إلى أني من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعتز بأني لربما أكون الوحيدة من بين نجمات السينما من أبناء جيلي اللي تخرجت من معهد الفنون المسرحية ودرست التمثيل والإخراج. يعني طبعا الفنانة إلهام شاهين قالت أنا بنت المسرح وبحبه جدا وبقدره، وإن هي سعيدة إن كل القائمين على المهرجان من النساء، وإن المهرجان مسرحي عن المرأة ده شيء مميز، وطبعا دي الدورة الثانية فبالتأكيد يعني في تنافس بقى بشكل كبير علشان يبينوا قد إيه مسرح المتعلق بقضايا المرأة وبالمرأة مميز ومختلف، وبتتمنى إن الجمهور يستمتع بالعروض اللي هتكون في شهر مايو المقبل. خلونا نشوف كمان يعني من التصريحات الجميلة للمخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، اللي قالت انه بالرغم من شهرة الفنانة إلهام شاهين السينمائية إلا أنها ترتبط ارتباط خاص جدا بالمسرح، وأن بدايتها في الانطلاقة لعالم الفن كانت من خلال المسرح. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل معاكم فقراتنا في يوم سعيد. طبعا ليا الشرف أن أنا أكون رئيسة شرفية لمهرجان إيزيس للمسرح. أنا متحيزة جدا للمسرح، والمسرح هو أبو الفنون وأهمهم، وهو الأكثر ثقافة والأكثر وعي. وأنا يمكن تحيزي للمسرح لأن أنا دارسة مسرح، أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبعتز دايما جدا أني أكون يمكن تقريبا في كل نجمات السينما أكون الوحيدة اللي خريجة أكاديمية الفنون ودارسة التمثيل والإخراج. فأنا بعتز جدا بكوني بنت المسرح، وبحبه جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله إن كل الجمهور يستمتع معانا بعروض مسرحية رائعة. وسعيدة كمان إن كل القائمين على هذا المهرجان من النساء، هو مهرجان مسرحي للمرأة، يعني خاص بالأعمال اللي ممكن تقدمها المرأة أو اللي ممكن قضيتها تكون بتتكلم عن امرأة. أتمنى يا رب للمهرجان كل التوفيق، وتستمتعوا معنا بالعروض المسرحية إن شاء الله. جميل طبعا ان يكون في مسرح ومهرجان مخصص تحديدا لمشاركات المرأة في المسرح، او مسرح، هل ممكن نقدر نقول هنا على مسرح المرأة؟ يعني الفنانة إلهام شاهين قالت احنا هنعدل عليها يعني.